كل شيء ما بيه، يعني صمون احنا مشتغلين درجه اولى وطحين صفر، بس من يبرى العالم سمنه مفرطه وطعام مهدور هذا هو شكل العراق في اليوم الدولي للقضاء على الهدر. يستنزف الفرد الواحد أكثر من 150 كيلوغرام من الطعام سنويا، وهو ما يجعله في مقدمة البلدان التي تستهلك الطعام بكميات كبيرة. وإسراف فيما يؤكل أثر على البيئة وتلوثها، بل دخل ضمن المؤثرات في تصاعد التغير المناخي. من زاد الصمون، سعر الصمونة زاد، وال يعني الاقبال صار اكثر على الصمون، لان طبيعة الشعب العراقي يهدر الصمون. اذا كان ياكل اذا كان اكتفايته صمون يعني ياخذ 3-4، والمهم ياكل يشبع ويعوف الباقي. رغم الحالة الاقتصادية التي يمر بها الشعب العراقي بسبب دولاب الدولار وانعكاسه على الفرد، الا ان الاكل وتنوعاته على المائدة من الأشياء التي يحبها العراقيون، فهم يعانون من السمنة بنسبة تصل إلى 40% من نسبة المجتمع حسب كلام وزارة الصحة. يأكل تقريبا لفتين وثلاثة وأربعة، المواطن يأكلون يعني عدة لفات. أكو مواطنين دائما شهيتهم مفتوحة للأكل ويعددون بالأكل، يعني ما يثبت على اللفة واحدة، يعني الأكل اللفة تشيل فراي وبعدها كبدة وراها كفتة، يعني نوع بالأكل بكثرة. دائما المواطن يحب ينوع. تقارير أممية تتحدث عن أن العراق في المرتبة الثانية في هدر الطعام، ليبلغ الهدر العام في العراق فقط نحو 5 ملايين طن من الطعام سنويا، بالرغم من حالات الفقر والجوع والتضور الاقتصادي الذي يعيشه البلد في الفترة الأخيرة. مهدي غريب، ون نيوز، بغداد.